للظروف الصعبة التي يمر بها موظفو مستشفى الشحمان الغربي الحكومي بشكل خاص، وبناء أن الأوضاع الاقتصادية المتردية لم يتم تطبيق القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب في مستشفانا الذي يطال أكثر من 80 عائلة من العاملين. وبعد مرور 4 سنوات إن المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية قد طبقت القانون والمرسوم المذكورين أعلاه، وقامت بدفع المتوشبات المترتبة عند امام استثناء علما أن قيمة المستحقات قد فقدت قيمتها الأساسية نظرا للغلاء المعيشي المستحيل وفرق سعر صرف الدولار، فلم يعد بحقوقنا المادية ل4 سنوات قيمة لا تكفي مصاريف معيشية لشهر واحد، في حين أن الإدارات العامة تعلن الإقرار بأكل طلب زيادة معيشية على السلسلة علما أنهم طالتهم منذ استحقاقها. لذا نحن مستمرين في الإضرار بالحصول على مستحقاتنا المتواجبة ومعالجة معاناتنا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، بالرغم من أننا قد تواصلنا مع المعنيين.